شيخ صالح، لعله من المناسب أن نسأل فضيلتكم عن الأحكام التي يختص بها أهل مكة عن غيرهم، كهذا الحكم الذي قد يجهله كثير من الناس، وكذلك عن العمرة وعن طواف الوداع. جزاكم الله خيرا. مثل ما ذكرنا أنه ليس لا في حقهم طواف قدوم، طيب، وليس عليهم طواف وداع، ما شاء الله، إنما طواف الوداع لمن أراد الخروج من مكة بعد الحج. واختلف العلماء هل تجب عليهم العمرة عمرة الإسلام أو لا تجب، منهم من يرى وجوبها عليهم، ولكن من أراد أن يعتمر منهم فإنه لا يحرم من نفس مكة، وإنما يخرج من الحل، فيحرم من الحل بالعمرة. ومن العلماء من يرى أنهم ليس عليهم عمرة. نعم.